السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا لهذا اليوم بعد أن ذكرنا أسباب الحرب العالمية المباشرة والغير مباشرة، ذكرنا مجريات الحرب، وصلنا إلى انتصار الحلفاء في هذه الحرب بعد أن فشلت حرب الغواصات والهجمات الجوية على لندن والمدن الإنجليزية الأخرى، وبدأ لودنروف الذي كان مسيطرا على القوات الحربية الألمانية بهجوم من الجبهة الغربية في آذار عام 1918، بلغ أقصى حد له في مايس من تلك السنة، واستعادت كثيرا من الأراضي التي انسحبت منها منذ معركة مارد في أيلول 1914. غير أن وصول الجيش الأمريكي بأعداد كبيرة إلى الجبهة الغربية واشتراكهم في القتال في حزيران أثر على سير الحرب مما أجل في إنهائها، إذ كان الانهيار الاقتصادي والاجتماعي له أثر في تقويض قوة ألمانيا والنمسا واستسلامهما، إذ أن الإرهاق الاقتصادي وفقدان الثقة بحكومة القيصر انعكست في تمرد الجنود وثورة البحارة في ميناء كيل والموانئ الألمانية الأخرى في تشرين الأول وفي تشرين الثاني، وثورة الاشتراكيين في السابع من تشرين الثاني في ولاية بافاريا. ولما كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي واحد من أكبر الأحزاب السياسية في ألمانيا في بداية الحرب، انتقلت إليه السلطة السياسية مباشرة بعد إعلان تنازل القيصر عن العرش في التاسع من تشرين الثاني من عام 1918 بعد قيام الثورة في برلين، مع كونه إلا أن هذا الحزب انقسم على نفسه إلى معتدلين واشتراكيين وشيوعيين. أما الإمبراطورية النمساوية المجرية فقد انهارت وظهرت دولا مستقلة من القوميات التي تألفت منها تلك الإمبراطورية، فاستقلت تشيك والسلوفاك وهنغاريا، وكونت الشعوب الإسلافية الجنوبية كصربيا وكرواتيا والجبل الأسود والسلوفيين دولة يوغوسلافيا، كما أن رومانيا احتفظت بمقاطعة بسارابيا وحصلت على ترانسلفانيا. وباءت محاولات الإمبراطور هاشار الهابسبورغ بالفشل لتأسيس دولة اتحادية من هذه الشعوب. لقد أثار طلب ألمانيا الهدنة من الرئيس ويلسون نقاط مهمة بخصوص معاملة الدول المغلوبة، وكان الرئيس الأمريكي قد قدم نقطة مبدئية في منهاجه للسلام الذي نشره في كانون الثاني من عام 1918 ضمن مواده 14، اقترح فيه نظام عالمي جديد مبني على ميثاق مفتوح يتواصل إليه بصراحة، ولا تكون هناك معاهدات خاصة أو سرية بين الدول. أما المواد الأخرى فهي حرية الملاحة في البحار في حالة الحرب والسلم خارج المياه الأقليمية، كما من ضمن موادها إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة الدولية قدر الإمكان، والمساواة في الحقوق التجارية بين الأمم، تخفيض الأسلحة وبذل الجهد في سبيل نزع السلاح، كما أشار إلى حل المسائل الاستعمارية وفق رغبات ومصالح الشعوب المستعمرات وتخلية الأراضي الروسية واستدعائها للالتحاق بالعائلة الدولية، تخلية بلجيكا، إعادة اللزاز واللورين إلى فرنسا وتخلية أراضيها الأخرى، تعديل الحدود الإيطالية وفق مطالبها القومية، أي إعادة الأراضي التي يتكلم سكانها باللغة الإيطالية إلى إيطاليا، كما نوه على أنه يجب أن تنال شعوب الإمبراطورية النمساوية حقوقها القومية في الاستقلال ونيل حرياتها، كما طالب بتخلية الأراضي الصربية الرومانية والجبل الأسود وإعادة حقوقها في الحرية والاستقلال والمنفذ إلى البحر. أما ما يخص القسم التركي من الإمبراطورية العثمانية فيجب أن ينال السيادة التامة في الحرية والاستقلال، أما الشعوب الأخرى الخاضعة للحكم التركي يجب أن تنال الحرية وحقوقها القومية في الحكم الذاتي وفتح المضائق للتجارة العالمية وفق ضمانات دولية، كما طالب بتكوين دولة بولندية مستقلة مع منفذ لها إلى بحر البلطيق ضمن استقلالها. وأهم ما جاء في بنوده هو تأسيس منظمة دولية وفق ميثاق خاص يضمن استقلال الدول وسلامة أراضيها، غير أن ميثاق ويلسون لم يحظى بموافقة الحلفاء، والسبب يعود في ذلك إلى أن دول الحلفاء هي التي حاربت وقدمت الضحايا، بينما كانت أمريكا تنعم بسلامة بلادها وبعدها عن ساحة الحرب، والآن تريد ممن تحمل ويلات الحرب الموافقة على هذا الميثاق الذي لم تستشر في وضعه. كانت دول الحلفاء قد أبرمت فيما بينها سابقا قبل الحرب معاهدات سرية عديدة ووعدت وعودا كثيرة لا تعني شيئا بالنسبة لهذه الدول،
وتتناقض مع مبادئ ويلسون، وعليه بعث ويلسون مستشاره الخاص لأجل الحصول على تأييد الحلفاء لمبادئه، وقد وافق ويلسون على عدد من النقاط بشكل يتفق مع وجهة نظر رجال السياسة في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا. فبالنسبة إلى توزيع المستعمرات وتقسيم الإمبراطورية النمساوية والعثمانية، وافق ويلسون على أن يكون لمصالح الحلفاء السبق فيها، كما عبرت عنها المعاهدات السرية، كما أن حرية الملاحة في البحار لا تعني إلغاء الحواجز الجمركية أو إلغاء حماية التجارة، وكذلك يجب على ألمانيا دفع التعويضات إلى الحلفاء مقابل الخسارة التي لحقت بالمدنيين. وعلى الرغم من هذه التنازلات التي أضرت بمكانة ويلسون في الصميم في أمريكا، لم يرضى بمقترحات الحلفاء إلا بعد أن هددهم بأنه سوف يعقد صلح منفرد مع ألمانيا، وهذا مما أخاف الحلفاء نوعا ما. لقد أدرك الألمان أن لا فائدة في الاستمرار من الحرب، وأن انهزامهم النهائي لن يطول، فأذعنوا لشروط الهدنة القاسية التي وضعها الجنرال فرديناند فوش قائد قوات الحلفاء. بموجب هذه الشروط كان على ألمانيا أولا تخلية الضفة اليسرى من نهر الراين، ومنح الحلفاء ثلاثة جسور من على هذا النهر الحيوي لمنع المقاومة الألمانية، كما تطلب منها تسليم كميات كبيرة من الأسلحة والبواخر والطائرات ومعدات السكك الحديدية والغواصات. وهكذا انتهت الحرب العالمية الأولى في 11 من تشرين الثاني من عام 1918، والتي قتل فيها حوالي 10 ملايين من البشر غير الذين فقدوا أثناء الحرب. يمكن إدراج أسباب انهيار الجبهة الألمانية. أولاً السبب الاقتصادي، عندما دخلت ألمانيا الحرب لم تكن مستعدة اقتصادياً لها، إذ اعتقد القادة الألمان بأن الحرب لن تطول، لذلك لن يحصل التهيؤ اللازم لها. ولكن الحرب استمرت، وظهرت بعد ذلك حاجة ألمانيا إلى المواد الغذائية والمواد الأولية. وعندما أعلنت إنجلترا الحصار على ألمانيا، حاولت الحكومة الألمانية التموين من الدول الأوروبية المحايدة. وعندما استمرت الحرب، دعا عدد كبير من الألمان إلى الخدمة العسكرية، لذلك تأخر الإنتاج الزراعي وإنتاج البضائع الاستهلاكية، فأسست الحكومة وزارة التموين، ولكنها لم تتمكن من حل المشكلة، وأدى الضعف الاقتصادي إلى قلة إنتاج الأسلحة، وخاصة إنتاج الأسلحة الجديدة كالدبابات والطائرات والغواصات وغيرها. السبب الثاني، ضعف الاستراتيجية الألمانية. عندما بدأت الحرب العالمية الأولى، حاول الألمان تطبيق خطة شيلفن، فلم يراعي الألمان التغييرات التي كانت قد حصلت في زمن القتال منذ سنة 1905، وخاصة بناء بعض القلاع في بلجيكا وعلى الحدود الفرنسية المحيطة ببلجيكا، كما أن مولتكا كان مريضاً ولم يتمكن من تطبيق الخطة، لذلك فشل الألمان في احتلال باريس وإجبار فرنسا على قبول الهدنة. ثم بدأت حرب الخنادق والتي استمرت 4 سنوات، ومن ثم عزل القائد العسكري مولتكا، كان خلفه فون رجلا حذرا، لذلك لم يتمكن من القيام بأي عمل حاسم، لذا عزل وأرسل إلى الدولة العثمانية. ثم أصبح هنريك وكيلا للقائد العام وسيطرة على القيادة العسكرية وحكم ألمانيا، وتمكن من إقالة وزير الخارجية والمستشار عدة مرات، لذلك أمر الجيش الألماني بالقيام بسلسلة من الهجمات في سنة 1918. وسبق أن ذكرنا أن فشل هذه الهجمات في تحقيق الهدف النهائي هو إجبار العدو على التسليم. نال الجيش الألماني في أواخر الأمر انتصارات في الجبهة الشرقية والغربية، وتمكنت ألمانيا وحلفائها من احتلال رومانيا والجبل الأسود وصربيا وشمال إيطاليا، ولكن هذه الانتصارات لم تكن حاسمة. ثم بدأ الحلفاء بالهجوم وانهيار خط هندنبرغ، لذلك طلب القائد العسكري مفاوضة الحلفاء لعقد الهدنة. السبب الثالث، ضعف الناحية الفنية. كانت ألمانيا دولة صناعية، وامتاز الجيش الألماني بأسلحته الحديثة والمدفعية خاصة، وبعد أن استمرت الحرب ظهرت أسلحة جديدة فيها المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات والغواصات، وكان اهتمام قائد الجيش الألماني بالدبابات قليلا، لذلك لم تتمكن ألمانيا من صنع عدد كافي من الطائرات والغواصات. وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب بجانب الحلفاء، تفوقت كفة الحلفاء في الناحية الصناعية وفي إنتاج الأسلحة.
كل هذه الأسباب أدت إلى انهيار ألمانيا في جبهتها العسكرية ضد قوى الحلفاء. بعد فشل الحرب أو انتهاء الحرب وانسحاب ألمانيا واستسلامها أمام قوى الحلفاء، عقد مؤتمر الصلح في باريس، حيث اجتمعوا في 18 من كانون الثاني من عام 1919، وحضر الممثلون المؤتمر ممثلون عن 29 دولة. لكن الكلمة العليا في المؤتمر كانت ممثلي الدول الكبرى الأربع، وهي إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. أما اليابان فلم تحضر إلا فيما يخص الشرق الأوسط الأقصى، وكانت باريس المكان الملائم لعقد المؤتمر. مع العلم كان هناك من يفضل مدينة جنيف في سويسرا لحيادها وبعدها عن تأثيرات الحرب، لكن إطراء لفرنسا التي كانت مسرحا للقتال ووفرة وسائل النقل والراحة في باريس، ووجود الجيش الأمريكي هناك لمحافظة الرئيس ويلسون، جعل المؤتمرون يفضلون باريس. اشترك الرئيس ويلسون في المؤتمر، وذلك على الرغم من اقتراح مشاوريه عليه بالبقاء خارج المؤتمر والتأثير على المؤتمرين بالأساليب السياسية المعروفة. وقد أثبت الباحثون أن حضوره كان أفضل، لأنه لو بقي في واشنطن لأبرم الحلفاء معاهدة أسوأ بكثير من المعاهدة التي أبرمت فعلا. وعندما حضر الرئيس ويلسون في المؤتمر، كان المفروض حضور بونكري رئيس جمهورية فرنسا في المؤتمر، ولم يسمح كيلمانسو بذلك لأنه كان يكره هذا الرئيس. أما أهم المشاكل التي جابهت المؤتمر، هي مشكلة المعاهدات السرية كمعاهدة لندن السرية ومعاهدة سايكس بيكو ومسألة بنود ويلسون 14، وتضارب مصالح الدول الاستعمارية وحركة التحرر القومي والشعور الوطني في العالم. غير أن الحلفاء توصلوا إلى نوع من التفاهم بخصوص بنود ويلسون وملحقاتها قبل إعلان الهدنة خلال شهري أيلول وتشرين الأول من عام 1918. أما الوفود الذي اشتركت في المؤتمر، فكان الوفد الأمريكي برئاسة وولد ويلسون الذي كان رئيسا لجامعة برينستون ثم حاكما لولاية نيوجيرسي قبل أن ينتخب رئيسا للولايات المتحدة سنة 1912. كان يحمل معه مبادئه ومسؤولياته يريد تنفيذها في أكبر فرصة يواجهها، معتمدا في ذلك على القوة العسكرية الأمريكية التي تساعده على تنفيذه. فقد كانت لديه فكرة عصبة الأمم تراوده كثيرا، واعتبرها أعظم إنجاز لمؤتمر الصلح، وقد تضمن ميثاق العصبة كل أفكاره ومبادئه التي فضلها على كل وعوده الأخرى. ويظهر أنه لم يرغب إلا في هذا الجزء من معاهدة الصلح الخاصة بعصبة الأمم، الذي في ظنه كانت هذه العصبة تحل مشاكل العالم، واعتقد بإمكانه إصلاح العالم بتطبيق نقاطه 14 ونشر منهاجها للسن في كانون الثاني سنة 1919. حاول الرئيس ويلسون خلال المؤتمر الصلح فرض آرائه على مندوبي الدول الأخرى، وفشل في ذلك بسبب عدم إلمامه بالأساليب الدبلوماسية المعقدة، لذلك أصيب بخيبة أمل. أما الوفد الفرنسي فكان يترأسه رئيس الوزراء كالمونسو، واشترك معه وزير خارجيته، وهذا كان محاميا ماهرا وسياسيا محترفا وبرلمانيا قديرا، عرف باسم النمر، وقضى حياته بالمعارضة والنقد اللاذع. أما الوفد الإنجليزي، وترأس هذا الوفد أيضا رئيس وزرائه لويد جورج، وجاء معه وزير الخارجية بلفور، هذا أيضا كان محاميا قديرا برلمانيا وسياسيا مرا، كما أنه كان زعيم حزب الأحرار ورئيس وزراء إنجلترا، واعتمد في آرائه على مشاوريه، وكان يناقش المواضيع اليومية معهم، لذلك كان أحسن اطلاعا من رؤساء الوفود الأخرى. الوفد الإيطالي ترأسه أورلاند، وكان حقوقيا بارعا ورجلا محبوبا في بلاده، وقد طالب في مؤتمر الصلح بتطبيق معاهدة لندن السرية التي كانت قد عقدت في 26 نيسان من 1915 بين إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. ووعدت الدول الثلاثة الأخيرة إيطاليا منحها بعد انتصار الحلفاء مقاطعات وأراضي واسعة متعددة ومجموعة جزر أخرى ومقاطعة أداليا في تركيا ووعودا مبهمة في أفريقيا، كل هذا مقابل اشتراك بإيطاليا في الحرب بجانب الحلفاء آنذاك.
أما الوفد الياباني فقد ترأسه سويونجي ولم يشترك في مناقشات الشؤون الأوروبية لأنه لم يكن يرغب في إثارة الدول الأخرى ضد اليابان، بينما شارك في مناقشات الشرق الأقصى. طالب الوفد الياباني تطبيق معاهدة 16 شباط سنة 1917 التي كانت قد عقدت بين إنجلترا واليابان، ووعدت الأولى منحها بعد الحرب الجزر الألمانية في المحيط الهادئ. بعد هذه الوفود حضرت وفود أخرى، ومن الأعضاء البارزين ممثل عن أفريقيا الجنوبية الذي اقترح نظام الانتداب آنذاك. افتتح المؤتمر في 18 من كانون الثاني من عام 1919، وترك ذلك أثرا سيئا في ألمانيا لأنه كان يوم ذكرى إعلان الملكية في بروسيا من عام 1701، وكذلك كان يوم ذكرى إعلان الإمبراطورية الألمانية في سنة 1871. وحضرت الجلسة الافتتاحية ممثلون عن 70 جبهة، بينما لم تدع الدول المنحدرة أو المندحرة عفوا لحضور المؤتمر. ثم عقدت 6 جلسات عامة خصصت أحداها لعصبة الأمم، ولم تكن الجلسات الأخرى مهمة. ثم وزع الأعضاء على اللجان، وسيطر الممثلو الدول الكبرى على تلك اللجان، وتشكلت لجنة مؤلفة من 10 أعضاء على أساس عضوين لكل دولة من الدول الخمسة الكبرى، وذلك للبحث في المشاكل المهمة. ثم اقتصرت اللجنة على رؤساء الوفود الخمسة، ولعب ممثل اليابان دورا ثانويا. ثم انسحب ممثل إيطاليا من الاجتماع، فأصبحت اللجنة مؤلفة من 3 أعضاء، وترأس رئيس وزراء فرنسا تلك اللجنة باعتباره ممثل الدولة المضيفة، كما ترأس الرئيس ويلسون اللجنة الخاصة لوضع ميثاق عصبة الأمم. ودارت المناقشات الإنجليزية والفرنسية، واصطدمت مثالية ويلسون مع واقعية كلمنسو ولويد جورج التي حاولت التوفيق فيما بينهما. تضمنت بنود معاهدة فرساي، حيث يبحث القسم الأول من معاهدة فرساي عن ميثاق عصبة الأمم، تسوية الحدود الألمانية، إعادة اللزاز واللورين إلى فرنسا، وذلك بموجب المادة 51 من هذه المعاهدة. وضعت منطقة السار الغنية بالفحم تحت الحكم الفرنسي لمدة 15 سنة، على أن يجري استفتاء في نهاية هذه المدة ليقرر السكان مصيرهم. وعند إجراء ذلك في عام 1935 اختار السكان الرجوع إلى ألمانيا، وتم ذلك. أعطيت مورسون إلى بلجيكا، وهي 3 مدن. تقررت إجراء تصويت في القسم الشمالي من شلوفزيك لتقرير مصيرهم، وعند إجراء التصويت فضل السكان الانضمام إلى الدنمارك، وتم لهم ذلك. تقرير استقلال بولندا، وضمت إليها بوزان وممرا عرضه 60 ميلا اقتطعت من بروسيا الشرقية، وذلك لكي تتمكن بولندا من الاتصال ببحر البلطيق. تنازلت ألمانيا عن مدينة ممل إلى الحلفاء، وفوضت لوتانيا القيام بإدارتها. قسمت سيليزيا العليا بين بولندا وتشيكوسلوفاكيا، ونالت الأولى أكثر أقسامها. أما فيما يخص المستعمرات الألمانية، تنازلت ألمانيا عن كافة حقوقها وامتيازاتها فيما وراء البحار، وقسمت دول الحلفاء تلك الحقوق فيما بينهم، حيث تنازلت ألمانيا عن كل حقوقها وامتيازاتها وممتلكات أفرادها بضمنها الشركات في الصين والسيام والليبيريا ومراكش ومصر إلى الحلفاء، على أن تعوض الحكومة الألمانية رعاياها. كما تنازلت عن امتيازاتها وأموالها كافة في الإمبراطورية العثمانية وبلغاريا والنمسا والمجر للحلفاء. كما تنازلت عن شبه الجزيرة شاندون إلى في الصين إلى اليابان، وكذلك تنازلت عن الجزر التي كانت تمتلكها والواقع شمال خط الاستواء في المحيط الهادئ. كما تنازلت ألمانيا عن أفريقيا الغربية لألمانيا ناميبيا، وتقرر وضعها تحت انتداب أفريقيا الجنوبية. تقرر إعطاء أفريقيا الشرقية الألمانية إلى إنجلترا. قسمت مستعمرة الكاميرون وتوكو بين إنجلترا وفرنسا. تقرر وضع الجزر الألمانية الواقع جنوب خط الاستواء من المحيط الهادئ تحت الانتداب الاسترالي. الموارد العسكرية، تقرر احتلال الجانب الغربي من نهر الراين من قبل الجيوش الفرنسية لمدة 15 عام، وذلك لمنع ألمانيا من القيام بالتوسع والهجوم على فرنسا.
تقرر هدم التحصينات والقلاع الموجودة في الضفة الشرقية من نهر الراين لمسافة 50 كيلومتر، واعتبرت منطقة غير عسكرية ولا يجوز تسليحها أو دخول الجنود فيها. كما تقرر إلغاء رئاسة أركان الجيش الألماني، وحددت قوات الجيش الألماني بما لا يزيد عن 100,000 جندي و 4,000 ضابط. كما حددت القوات البحرية الألمانية بست بوارج بحرية وست طرادات خفيفة وست مدمرات ومركب، ومنعت ألمانيا من صنع الغواصات، وتقرر استعمال بقية السفن العسكرية الألمانية في أمور التجارة فقط. كما منعت ألمانيا من صنع الطائرات الحربية ومن تأسيس قوة جوية ألمانية، وتقرر وضع رقابة شديدة على صنع الأسلحة والذخائر العسكرية في ألمانيا. كما منعت من صنع الغازات السامة والسوائل المماثلة لها، وتقرر منع صنع المدرعات والدبابات في ألمانيا، وكذلك منع جلبها من الخارج. كما قرر المؤتمر إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية في ألمانيا. أما فيما يخص مسؤولية الحرب، فقد اتهم المؤتمر ويليام الثاني إمبراطور ألمانيا السابق بالقيام بأعمال ضد الآداب الدولية وخرق حرمة المعاهدات والضمانات الدولية، فقرر تشكيل لجنة لمحاكمته. وكان ويليام الثاني قد هرب إلى هولندا، ورفضت هولندا الأخيرة تسليمه، لذلك لم يحاكم، وتقرر محاكمة الضباط الذين قاموا بأعمال ضد قوانين الحرب وتقاليدها. وضعت المادة 331 مسؤولية الحرب العالمية الأولى على ألمانيا وحلفائها، وكانت الغاية منها تبرير إجبار ألمانيا على دفع الأضرار والخسائر التي أصابت الحلفاء والدول الملحقة بها نتيجة لقيام ألمانيا وحلفائها من الدول بالحرب العالمية الأولى. أما فيما يخص التعويضات، اختلفت دول الحلفاء فيما بينهم حول ما هي التعويضات، وكان الاتجاه في أول الأمر إجبار ألمانيا وحلفائها على دفع تكاليف الحرب كافة. ولدى التدقيق ظهر عدم إمكان تطبيق ذلك، وتحول الاتجاه نحو إجبار ألمانيا لدفع الخسائر التي كانت قد أصابت المدنيين، ثم أضيفت إليها رواتب المتقاعدين العسكرية. وكانت فرنسا ترغب في إجبار ألمانيا على دفع أكبر ما تتمكن لإضعافها اقتصاديا ولإعادة بناء فرنسا. وعد لويد جورج الشعب البريطاني أيام الانتخابات أنه يجبر ألمانيا على دفع كافة تكاليف الحرب، ولكن الرئيس الأمريكي ويلسون لم يكن راغبا في معاملة ألمانيا بالقسوة، خشية أن تنهار اقتصاديا وتنتشر الشيوعية فيها، كما أنه لم يطالب بالتعويضات للولايات المتحدة الأمريكية. ثم ظهرت النقطة التالية، وهي قابلية ألمانيا للدفع، واختلفت الآراء حول الموضوع. وقدرت لجنة بريطانية برئاسة مستر هيوز رئيس وزراء أستراليا آنذاك قابلية ألمانيا للدفع ب 24,000 مليون باوند، وقدر الاقتصادي الإنجليزي كينز قابليته للدفع 3,000 مليون باوند. وبعد المداولة لم يحصل اتفاق حول المبلغ الذي يجب أن تدفعه ألمانيا، وقرر بعد ذلك تشكيل لجنة لتقدير المبلغ وكيفية دفعه وتحديد النسب التي يجب إعطائها لكل دولة من دول الحلفاء. إلا أن هذا المؤتمر على الرغم من أنه عالج بعض النقاط، إلا أن عرض لانتقادات عدة، حيث أنه لم يسمح هذا المؤتمر للدول المندحرة الاشتراك في مؤتمر الصلح وفي مؤتمر فرساي خاصة، بينما كان مؤتمر فيينا الذي عقد في عام 1815 قد سمح بحضور مندوب فرنسا في المؤتمر. زد على ذلك كانت قد سيطرت اللجنة الرئيسية وأعضاؤها الثلاث على المناقشات وإعطاء القرارات. أخذ المؤتمر بمبدأ تقرير المصير، فنالت كل من فنلندا وإستونيا ولاتفيا ولوتانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافيا استقلالها، وتجاهل المؤتمر مبدأ تقرير المصير عندما طالبت النمسا الاتحاد مع ألمانيا، إذ اعتبر ذلك عملا يؤدي إلى تقوية ألمانيا بدلا من إضعافها. كما أن هذا المؤتمر لم يتمكن من حل مشكلة الأقليات في أوروبا، وتعقدت المشكلة أكثر بنشوء الدول الأوروبية الجديدة. كانت نفوس الأقليات في أوروبا حوالي 60 مليون نسمة، وأصبح العدد 30 مليون نسمة سنة 1919. جعلت المادة 231 ألمانيا وحلفائها مسؤولة عن الحرب العالمية الأولى، وطالبت بمحاكمة ويليام الثاني وقواده
بينما تتحمل النمسا وألمانيا وفرنسا وروسيا وإنجلترا وإيطاليا مسؤولية في هذه الناحية. فرض التعويضات الباهظة على ألمانيا أدت فيما بعد إلى انهيارها اقتصاديا، حيث اعتبر المؤرخ الألماني فيت عدم تحديد مبالغ التعويضات من أهم أخطاء مؤتمر فرساي، ونقد العالم الاقتصادي كينز التعويضات واعتبرها غير عملية، وشبه هتلر مبالغها بالأرقام الفلكية. لم يكن مؤتمر السلام سلما بل أمرا فرضته الدول المنتصرة على ألمانيا المندحرة، وبموجبه خسرت ألمانيا حوالي 6 مليون نسمة من سكانها، وخسرت رؤوس أموالها الموجودة في خارج بلادها كافة، وكانت قد قدرت في سنة 1913 ب 600 مليون دولار. كما أن المؤتمر حدد قوات ألمانيا العسكرية، لم يطبق هذا القيد على الدول المنتصرة، وكان الأسطول الألماني يأتي بعد الأسطول الإنجليزي في أوروبا، وتقلص بعد المعاهدة إلى قوة بسيطة. وقد اعتبر الألمان معاهدة فرساي جائرة انتقمت فرنسا فيها من ألمانيا، وادعت فرنسا أن معاهدة فرساي لم تضمن لها السلام من الخطر الألماني، واعتبرت روسيا المعاهدة ظاهرة من ظواهر الرأسمالية الصناعية، ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي المعاهدة، واعتبرت صلحا، ويعتبرها الآخرون صلحا قد بدر فيه النزاع بين الدول الأوروبية، مما أدى بالتالي إلى قيام الحرب العالمية الثانية. أثناء المؤتمر عقدت عدة معاهدات، منها معاهدة سان جيرمان في أيلول عام 1919، والتي عقدت بين النمسا والحلفاء في وتقرر بموجبها اعتراف النمسا مسؤولياتها في قيام الحرب العالمية الأولى. تقرر منع قيام الاتحاد بين النمسا وألمانيا، حددت قوات البحرية النمساوية، تنازلت عن عدة جزر نمساوية إلى إيطاليا، تنازلت أيضا عن البوسنة والهرسك وساحل دلماشيا إلى يوغوسلافيا، كما تنازلت عن غاليسيا إلى بولندا، وكذلك تنازلت عن تشن لبولندا. وهكذا تحولت النمسا من إمبراطورية كانت نفوسها 30 مليون نسمة إلى جمهورية صغيرة، بحيث أصبح عدد سكانها 6 مليون نسمة فقط. أما معاهدة ريانيون بين المجر والحلفاء التي عقدت في 4 حزيران 1920، وتقرر بموجبها إعطاء ترنسلافيا بعض أجزاء بانات إلى رومانيا، وتقرر إعطاء أوكرانيا وقسم منها إلى يوغوسلافيا، كما تقرر إجراء المفاوضات بعد ذلك حول مستقبل فيوم. ثم تقرر منع رجوع أسرة آل هابسبرغ إلى الحكم في المجر. أما معاهدة نوي بين بلغاريا والحلفاء، والتي عقدت في 7 تشرين الثاني سنة 1919، تقرر بموجبها إعطاء بلغاريا الغربية إلى يوغوسلافيا، تقرر كما إعطاء تراكيا الغربية وسواحل البحر الإيجي إلى اليونان. ثم كما قررت هذه المعاهدة تقرير تحديد القوات الجيش البلغاري ب 20,000 جندي. تقرر أيضا فرض تعويضات على بلغاريا على أن تدفع 450 مليون دولار خلال 37 سنة. أما معاهدة سيفر التي عقدت بين الدولة العثمانية والحلفاء حيث في 10 آب من عام 1920، والتي تقاسمت بموجبها إنجلترا وفرنسا وإيطاليا واليونان الإمبراطورية العثمانية، وترك للأتراك الأناضول والأراضي المحيطة بأنقرة، وتقرر إعطاء استقلال الأرمن على أن يقوم الرئيس ويلسون بتحديد حدود أرمينيا المستقلة ومنح الحكم الذاتي للأكراد إذ أرادوا ذلك. ولكن نجاح حركة مصطفى أتاتورك أدت إلى إلغاء معاهدة سيفر، وعقد معاهدة لوزان في 24 تموز من عام 1923، والتي تقرر بموجبها تنازل تركيا عن اليمن والحجاز وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والسودان وليبيا والعراق وقبرص إلى سكانها، وتقرر حل مشكلة الموصل بعد ذلك عن طريق المفاوضات، وعرضت بعد ذلك على عصبة الأمم، وتقرر إلحاقها بالعراق. كما تنازلت تركيا عن جزر داود أكينايز الاثنى عشر ورودس وكل الجزر التركية الواقعة في بحر إيجا إلى إيطاليا. كما تقرر في هذه المعاهدة أيضا
إلغاء الامتيازات الأجنبية في تركيا، لم تفرض قيود عسكرية على الجمهورية التركية، لم تفرض تعويضات على تركيا، تقرر عدم تسليح سواحل الدردنيل والبسفور، وسمح للأتراك بوضع حامية عسكرية في إسطنبول. إلى هنا تنتهي محاضرتنا.